أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت تسأل عن حكم التدريس والدراسة في المدارس المختلطة بين الأولاد والبنات خصوصا في المراحل الأولى. لا يجوز هذا، لا يجوز التدريس في المدارس المختلطة، لأن هذا منكر وفتنة وشر. لا يجوز للمسلم أنه يدرس مدارس مختلطة بين ذكور وإناث، لأن هذا منكر، وإذا درسه صار مقرا للمنكر، وثانيا أن هذا فيه فتنة يخشى عليه من الفتنة الافتتان بالبنات، والإنسان على خطر من الفتن، يتجنب هذا ولا يدرس في هذه المدارس. نعم.